بيتك ودايما قناة الأهلي بيت لأبنائه. ده توتا حمودي بيقول لك مساء النعناع يا كابتن إسلام. مش معنى النعناع يعني، بس ماشي إن شاء الله سهرة جميلة، النعناع دايما حاجة تبقى حلوة، سهرة جميلة. ها النعناع حاجة حلوة. النعناع حلو طبعا. لو سمحت يا كابتن إسلام، عايز أسأل كابتن ناجي إزاي جهز محمد الشناوي لماتش الأوروجواي في كأس العالم، مهم وقال له ده إيه السؤال ده. بعد الماتش؟ سؤال حلو قوي قوي. قبل الماتش احنا كان عندنا وقت طويل، كبير. يعني كان عندنا شهر في ايطاليا واسبوعين في بلجيكا و... لفه. كان في وقت كويس، وهو كان منتقد، انا كنت منتقد ان انا اخترته اساسا. انا بس بسالك سؤال يا كابتن، هو حضرتك كنت عارف مين اللي هيلعب؟ كنت عارف، لا يعني مش عارف. طبعا عارف، لكن انا اقصد قبلها بشهر قبلها في بشهر دماغك ان في مين؟ نمره دماغي واحد. محمد، في دماغي محمد، نمره واحد. بس ماتش البرتغال ثبته. ماتش البرتغال اللي اتغلبنا فيه في اخر ثانيه. ودي. فاشتغلنا شغل كويس جدا جدا جدا، وهو كمان انا بحب طريقته، بحبه كشخص كبني ادم. محمد الشناوي عنده طموح مشروع جدا، لانه عنده امكانيات للطموح ده، واشتغل على نفسه، واشتغلنا مع بعض فتره كويسه جدا، وجهزنا لمباراه كاس العالم الرسميه. الاوروجواي بحاجات، كلام مباشر وكلام غير مباشر، ومساعده المحلل الفني طبعا قطع لنا بقى الشغل بس مش عايز اشرح بقى عملنا ايه فنيا والتمرين ايه والحاجات دي، الحاجات دي بتبقى يعني طبعا. لكن بعد الماتش قلت له حاجه مهمه، لانه سال سؤال مهم جدا. بعد الماتش قلت له ايه؟ بعد الماتش العالم كله بيتكلم عن محمد الشناوي. العالم كله مان اوف ذا ماتش، وعامل مباراه رائعه وشال اكثر من جون غريب، جوان غريبه. حكيت له حكايه الشيخ الشعراوي في لما كان الحمام. يعمل خطبه حلوه، كان بعد كده ينزل يغسل الحمامات ويكسر نفسه، اللي هي اماره بالسوء، حتى القران نفسه اماره بالسوء. فكان رده غريب جدا، قال لي انا كابتن انت مربيني من وانا عندي 15 سنه، فعمرك شفتني اتغيرت ولا شفتني؟ وهو ده اللي عايز يوصل، اللي عايز يفضل ماشي زي الحصان الجامح كده، هي دي الطريقه. يشتغل على نفسه حتى بره لما يكون ناقصه حاجه، يشتغل على نفسه. فلا عجبني، عجبني كل حاجه بيعملها حقيقي. تمام. الاول منور الشاشه ودايما كابتن ناجي حبيب السويسه ابن بلدي دهاني، واحد من افضل مدربي حراس المرمى في مصر وفي على مر العصور. ايه رايك في مستقبل حراسه مرمى